كلهم كانوا رايحين على المغازي وبعرفش عنهم اي اشي تقريبا من 36 يوم وانا بعرفش عن اولادي اي حاجة. مش حد يحمينا، ما اكتفوش موتوا ستي وموتوا زينب. السلام عليكم، انا زاهر محمد سليمان الغمري سكان الصبرة نزاهة لرفح تاريخ 14/11/2023 بعد شهر تقريبا من نزوح لرفح بتاريخ 11/1 اخذت كل اولادي معي على رفح طبعا بتاريخ 11/1/2024 طلع اولادي من رفح ثلاث اولاد الي وابن اخويا راحوا يزوروا دار سيدهم في المغازي من يوم التاريخ هذا ولما راحوا يزوروا دار سيدهم في المغازي لحتى الان ما رجعوش بعرفش عنهم اي حاجه يعني قعدت اتواصل مع ناس وسالت في المستشفيات سالت مستشفى شهداء الاقصى سالت مستشفى ابو يوسف النجار سالت في كل المستشفيات سالت في مدارس النازحين ما خليتش مكان الا سالت فيه سالت اصحابهم سالت اي حدا سمعت كلام انهم بدهم يروحوا على غزه لكن ما راحوش كلهم كانوا رايحين على المغازي وبعرفش عنهم اي اشي تقريبا من 36 يوم وانا بعرفش عن اولادي اي حاجه يا ريت تقدروا تساعدوني وتحلوا مشكلتي لو اعرف بس عنهم اي خبر عايشين ميتين عند اليهود عند اي حدا بلغت الصليب الاحمر اكثر من مره واليهود مش راضين يدوا اي معلومات عنهم بعرفش عن اولادي اي حاجه يا ريت تساعدوني في الموضوع هذا واللي بعرف عنهم اي حاجه يتواصل معي على رقم الجوال 056-921-7282 هذه مناشدة مني وياريت تساعدوني اني احصل على اولادي او اعرف عنهم اي معلومات بارك الله فيكم.